ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عايزاكم تقضوا معايا اليوم انا وديده. يلا بينا. تعالي تعالي كده قرده صغيره. دودو دودو بصي هنا وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده قررنا نخرج انا وصحابي كده، يعني خرجنا كلنا بقى. المره اللي فاتت خرجت انا ودعاء، النهارده خرجنا انا وصحابي بقى صحابي يعني، علشان بقى يعني نقضي يوم كده لطيف مع بعض. بقالي كتير ما شفتهمش. طبعا رحنا اكتر مكان بنحب نروحه، مطعم اسمه أوركيد عندنا في المنيا. بصوا احنا مدمنين الاكل ده، كباب والكفته والموزه والحاجات الحرشه دي احنا بنحبها بصراحه. ملناش بقى في يعني ايه، لا بنحب ناكل الاكل الايطالي برضو، بس ده اكتر اكل بنحبه قوي يعني. وهنا بقى كنا مستنيين باقي الاكل ينجي. الملوخيه دي طبعا ما اقدرش اكل الاكل ده من غير ملوخيه يا جماعه، دي روح قلبي وعيشي إيه وحياتي كلها. فطلبنا الاكل واكلنا وشبعنا جدا جدا جدا. ودليدا مرمطتني طبعا عقبال ما اكلنا. دليدا احنا اكلنا ورايحين، دخلنا اتون عشان نشرب شاي. ديدا ديدا يا ديدا ديدا، هما راحوا يركنوا العربيه ونزلوني انا قدام اتون عشان ما امشيش كتير، من ان ما لقيناش ركنة قريبه فالركنة بعيده، فنزلت انا قدام اتون عشان ما امشيش كتير بديدا وهم هيركنوا ويجوا. دليدا دليدا يا مامي مامي، بصي هنا بصي هنا. بصوا بقى، دخلنا قعدنا في اتون وشربنا شاي. كان لازم طبعا كوبايه شاي بنعناع حلوه كده بعد الاكله دي نحبس بيها. وقعدنا وتصورنا وقعدنا نحكي ونتكلم كتير قوي، والوقت كان جميل بصراحة. دايما الوقت مع الصحاب بيعدي بسرعة جدا. اكتر وقت بحبه هو الوقت اللي انا بقضيه مع صحابي، بحس انه قد ايه بيبقى خفيف ولذيذ. بعد ما خلصنا قعدتنا دخلنا ابو عوف جبنا كوفي. جمعنا وضع مدمنين قهوة بجد، بحبها قوي. جبنا قهوة وجبنا معمول وحاجات كده من ابو عوف. و يعني هما ندى وهند خدوا دليلة مني وراحوا استنونا في العربية قبل ما احنا جبنا القهوة وجبنا الحاجات وطلعنا، لان ماما كانت طالبة قهوة من دعي، قالت لها انتي وجاية تجيبيلي معاكي قهوة. فدخلنا جبنا لها القهوة وكده، وكان في عروض حلوة. وكنت بوريكم هنا الكوفي كانت جامدة جدا بصراحة، بقف بيعمل قهوة على وضعها. قلتلك 100 مرة غيري الصنف غيري الصنف، بطلت استرخصي.
جماعة مين بيحب يحبس بكوباية الشاي بالنعناع بعد أي أكلة دسمة كده وحلوة كده وحرشة؟ بصراحة احنا دايما لازم كوباية الشاي بالنعناع دي بعد أي أكل حلو كده جامد. يعني المهم يا جماعة ان اليوم كان لذيذ جدا، وبصراحة اكتر وقت بحبه بيكون بصراحة بنبسط فيه لما بكون مع صحابي، وخصوصا ان انا بقالي كتير قوي ما شفتهمش، فقعدنا ورغينا وحكينا كتير في حكاوي كتير قوي، وطبعا اتصورنا كتير وانا وديدة اتصورنا شوية صور حلوة نزلت لكم منها على انستجرام. طبعا اللي لسه مش على الانستجرام يروح اسم الانستجرام نور عزمي اوفيشيال، روحوا اعملوا فولو علشان تتابعوا كل الحاجات اللي بنزلها، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وادعوا لديدة دعوات حلوة كتير، وقولولي الفيديو الجاي حابين يكون عن ايه. بحبكم قوي، باي باي.